ايه ده بتطلع لي منين؟ العربية 10 32 76 لمصة زرقاء لو سمحت بس يطلع العربية ولا يا اخوانا الزرقاء والحمراء طلعوا العربيات كلها ده انت الحمد لله من الواحد ده من الواحد خلف قبل ما تتكلم ده انت تخلي الواحد يطلع الخلف تطلع خلف فانا ما كنتش بحولها الاستاذ معي عاتب لما يقول الاستاذ وائل الراشد بيقول له انا استدعوني فرحت لقيته موجود وموجود فلان وفلان وقالوا له احنا عاوزين ننسق مع بعض الدوائر الانتخابات قال له مفيش حاجه تحصل لما يخرج اخر واحد في المعتقلات قالوا بالفعل جابوا لي الدكتور عصام العريان وفي واحد يخرج من السجن بجنيه على اي احوال مهم وبعدين ما كانش فيه مسؤوليه الا انتوا عادي جدا والله انا لو قلت لك طب فين السلفيين طب فين انا عارف كيف حضرتك جزاك الله خيرا انك انت قدرت تعمل حاجه قالوا قلت له هبعت لك المهندس خيرت الشاطر يرتب معاك موضوع الانتخابات انا رحت خونتك والله العظيم خونتك ما قلتش عليك انت خاين انت راجل بتبذل نفوس او بتجتهد ليه بقى انت عندك نغمه الخيانه كاللبانه على اي احوال احنا كان قبل الثوره ما عندناش